صار موضوع استلام الحاوية بعد وصولها للميناء أسهل وسريع جدا، لكن الخطوة الأولى والمفتاح الأساسي بيدك. قدم أوراقك إلكترونيا وخلص إجراءات الدفع من بدري قبل توصل الحاوية، قبل ما توصل الطلبية بيومين أو ثلاثة. هذه حاويتك وصلت الميناء، راح تتحمل على الشاحنات وتنتقل لمرحلة التفتيش. مطبق كل المتطلبات، مقدم أوراقك من بدري، دافع المبالغ اللي عليك، مستلم إذن التسليم، حاويتك في السليم. هنا تضمن حاويتك تخلصت وفسحت خلال 24 ساعة، وبعدها تقدر تستلمها بأي وقت. وهنا نضمن إحنا كموانئ أن تكون مدة بقاء الحاوية في الموانئ السعودية أقل من 3 أيام. شفت العملية كيف سلسة وسريعة؟ هذا كله ما راح يصير إلا بتكامل المنظومة، المنظومة اللي أساسها أنت بدورك المهم وإنجازك للإجراءات في وقت مبكر. إذا طبقت المتطلبات راح تقل مدة بقاء حاويتك في الميناء، تستلم البضاعة في وقت قياسي وبدون تأخير، وساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. الخيار عندك والطريق الأسهل بيدك. موانئ، الهيئة العامة للموانئ.